السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها التضامن الحقوقي بين الانتقاء السياسي وتجاهل الجهات المعنية المختصة. لماذا تجد بعض القضايا والانتهاكات تفاعلاً أكثر من سواها رغم أن بعضها انتهاكات قد تستحق التفاعل؟ هل نحن إزاء تضامن انتقائي مرجعه الاحتشاد السياسي؟ أم أننا أمام مرحلة من تبلد المشاعر لكثرة الانتهاكات وتكرارها؟ قبل أيام ارتكبت ميليشيا الحوثي مجزرتين مروعتين بحق المدنيين في التحيتة وحيث جنوب الحديدة، أسفرتا عن استشهاد 12 ضحية أغلبهم من النساء والأطفال. وبالتزامن أيضا ارتكبت الميليشيات الحوثية مجزرة بحق الأطفال في تعز، وفي نفس الأسبوع شهدت عدن عشرات الانتهاكات شملت الاقتحام والاختطاف من بينها جرائم تصفية. وفي 30 من أغسطس المنصرم اختطف الحوثيون الإعلامي إيهاب الشوافي، لكن قضيته على غير العادة لم تجد التفاعل المتوقع إعلاميا وحقوقيا. عن معايير التضامن وأسباب ضعف التفاعل الحقوقي ستكون حلقتنا لهذا اليوم، وسيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز الناشط الحقوقي والمحامي عمر الحميري، ومن مأرب الصحفي المهتم بالحقوق والحريات حسين الصوفي، ومن القاهرة الصحفي والناشط الحقوقي صالح الصريمي. إذن أبدأ مع ضيفي من تعز عبر الأقمار الاصطناعية، أرحب بالمحامي والناشط الحقوقي السيد عمر الحميري. سيد عمر، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك أخي الكريم، وتحية إليك وإلى قناة بلقيس وإلى مشاهديها الكرام. أهلا بك سيد عمر. نتحدث اليوم عن التفاعل مع القضايا الحقوقية، يعني لماذا برأيك نجد بعض الانتهاكات تجد رواجا وتفاعلا إعلاميا كبير بينما هناك قضايا أخرى لا تكاد تذكر على الإطلاق؟ أخي الكريم، هذه القضية فعلا قضية حيوية ودقيقة وتصل أبعادها إلى أكثر من الشيء المتوقع. القضايا الإنسانية عندما تعرض على العامة هي قضايا لا يجب أن تحظى بحقها من التضامن، خاصة إذا سيقت هذه القصص والقضايا بدقة وبفصولها ومع يعني وب يعني بحالتها الحقيقية بدون تزييف أو محاولات إضفاء طابع إنساني لا تنتمي إليه. ولكن عندما تخرج هذه القصص عن معاييرها ويتم فبركتها، يجد المشاهد أنه بحاجة إلى عدم الثقة بهذه القنوات، مثلا قنوات التي تضخ قصص مفبركة، وبالتالي فإن كثرة الزيف يخلط على المشاهد التمييز بين القصص الحقيقية التي تستحق التضامن وبين القصص المفبركة، خاصة ونحن نعاني ونعيش مرحلة من الصدام والصراع الذي استخدم كل الأدوات بما فيها القصص الإنسانية لمحاولة شيطنة الآخر ومحاولة إضفاء البراءة على نفسه وعلى ميليشياته مثلا أو على تصرفاته وسلوكياته، وبالتالي فهناك فعلا معوقات حقيقية يخلط على المشاهد البسيط والعادي والمواطن العادي التفريق بين القصص الحقيقية وغيرها. ولكن أيضا هناك أدوات توصل الحقيقة مثل التوثيق، الفيديوهات، القصص الموثقة، وأيضا المصادر الموثوقة والتي لها خط مهني محترم. هذه القنوات وهذه المصادر تستحق فعلا أن تحظى بالاحترام وتستحق أيضا ثقة المشاهد والمتابع، وبالتالي فإن هناك الكثير من الخلط في هذا المشهد وفي هذه القصص. هناك الكثير من المعوقات، ولكن نقطة مهمة يعني في صلب موضوع الحلقة فيما يتعلق بالانتهاكات، يعني سواء إذا وجدنا قصف لميليشيات الحوثي أو لأي طرف آخر، يعني بالأخير هي جريمة في نهاية المطاف. وأيضا الاختطاف، عندما يختطف صحفي أو ناشط من قبل ميليشيات الحوثي أو طرف آخر هي جريمة، لكن نجد بعض القضايا ربما تمر السنة أو السنتين وهي يعني محل اهتمام لنشطاء
مواقع التواصل الاجتماعي وللإعلاميين وللمنظمات وللحقوقيين أيضا، بينما قضايا ربما لا تكاد تذكر على الإطلاق أو أنها حتى لو ذكرت يتم الحديث عنها يوم أو يومين وتموت قضية هؤلاء الأشخاص. هل الجانب السياسي متعلق بهذا الأمر؟ بالنهاية نحن في صراع إيديولوجيات، نحن في صراع قوى، وبالتالي كل قوة لديها حشد من القوى من الأدوات الإعلامية التي تضخم صورة وتحاول غض الطرف عن صورة أخرى. كل جهات لديها أدوات قوة، ويعتبر الآن الإعلام هو إحدى ساحات الحرب بكل تأكيد، وبالتالي فإن أطراف الحرب، أطراف المعارك والأطراف المستفيدة من هذه الحرب تحاول ضخ الحياة في قصص وفي معاناة ربما تكون حقيقية، ولكن يتم تضخيمها أكثر مما تستحق على حساب قصص ومعاناة أخرى يجب أن يلتفت إليها. وبالتالي هناك معايير أيضا تساهم في الانتباه وشد الانتباه إلى قصص دون غيرها. مثلا عند كثرة الانتهاكات يموت الحس لدى المواطن ولدى الإنسان العادي، يموت الحس بالإحساس بهذه القضايا وبهذه الانتهاكات، بحيث يتبلد أذهان الناس ولا يجدون التفاعل الكافي تجاه هذه القضايا بفعل الكم الكثيف لهذه الانتهاكات المتراكمة. وبالتالي فإنما عندما نتحدث الآن أو ننشر قصة أو انتهاك قام به الحوثيون، فإن هذا شيئا عاديا لا يلفت الانتباه، لأنهم تعودوا على مثل هذه الجرائم وبالتالي ليس مستغربا عليهم. ومقابل ذلك عندما نجد انتهاكا بسيطا أو أقل قوة أو أقل كثافة من قبل قوة أخرى، نجد أن هناك تسليط إعلامي قوي وتم تضخيم الصورة وتقريب الزوم عليها، وبالتالي تحصل على الكثير من الانتباه. وربما هناك أيضا أدوات أخرى، أدوات صناعة القصة، أيضا أدوات الإنتاج، أدوات أيضا الروائيين والكتاب والأقلام التي تنمق الأشياء وتلمعها. هذه العوامل تؤثر في رواج هذه القصص وفي لفت الانتباه على القصص الأخرى، وبالتالي هناك مسؤولية أدبية وأخلاقية تجاه الكتاب، تجاه الروائيين، تجاه القصاص، وأيضا تجاه الإعلاميين ومدراء القنوات ومدراء الصحف ومدراء المواقع الإعلامية في لفت الانتباه إلى كل ما هو حقيقي، والموازنة والتوازن في تقريب الصورة إلى كل انتهاك إنساني بغير تمييز يصب في مصلحة الطرف هذا أو ذاك. نعم، إذن سيد عمر تكرم بالبقاء معي، وأرحب الآن بضيفي من القاهرة الناشط والنشط الحقوقي والصحفي صالح الصريمي. سيد صالح، اسعد الله مساك بكل خير. نعم، مساك بالخير، حيا الله خير. اهلا بك سيد صالح. يعني لماذا نجد بعض القضايا تلاقي اهتماما كبيرا وتفاعلا اكثر من سواها، رغم ان بعضها انتهاكات تستحق اولويه في التفاعل؟ والله شوف، بالنسبة للملف الحقوقي في اليمن أصبح من الملفات الشائكة، يعني بمعنى أنه أصبحت القضايا الحقوقية للأسف الشديد أحيانا يعني تنحو منحى آخر، يعني بدل من الاهتمام فعلا بالجانب الحقوقي تنحو لا منحى آخر أشبه للأسف الشديد بتصفية الحسابات. ولهذا تهمل القضايا المهمة والقضايا الحرجة، ويتم الاهتمام احيانا بالقضايا التي ممكن انها تحتل يعني بطريقه يعني سهله وميسره. فعلى سبيل المثال، خذ على سبيل المثال قبل اسبوعين تقريبا او قبل 10 ايام الزميل ايهاب الشوافي اختطف في الحوضان في تعز من قبل ميليشيا الحوثي. نعم تمام. هذه القضيه ما لاقت اي تفاعل، يعني اللهم يلا لو حصل الاخ سليم الاخ ايهاب يعني بيان من نقابة الصحفيين اليمنيين، بينما زملائه والناشطين الحقوقيين ولا كأن هذا الأخ صحفي، رغم أنه الأخ إيهاب يعني في العمل الصحفي نار على علم، معروف مشهور طبعا يعني بين زملائه الإعلاميين وأيضا معروف لدى المنظمات الحقوقية. نعم، لكن إيهاب أيضا هناك يعني قائمة كبيرة إلى جانب إيهاب، ما السبب في عدم الالتفات لقضاياهم؟ والله أصبحت أخي الكريم كأنه بالنسبة للقضايا الحقوقية أصبحت يعني كأنها مسألة زمالة أو صداقة أو كذا، ما يعني يعني على حسب يعني المسألة خاضعة للزمالة والصداقة، أم أن هناك أيضا العامل السياسي يلعب دور في هذا الجانب والانتماء؟ في العامل السياسي أيضا أصبحت القضايا تسيس في الغالب، يعني مثلا على سبيل المثال عندك في محافظة مأرب أي قضية يحصل فيها مثلا اعتقال من قبل الجهات الرسمية، جهات دولة تقوم باستدعاء شخص مثلا، تقوم الدنيا ولا تقعد، يعني
يعني والقائم بهذا العمل والقائم بهذا الاعتقال اعتقال قانوني واستدعاء قانوني، بينما في القضايا الأخرى هذه قضايا انتهاك فعلا وقضايا يعني خطرة جدا وقضايا تمس حياة المختطف لا يتم الحديث عنها. قل على سبيل المثال عندنا زملاء في لدى ميليشيا الحوثي، يعني في منهم من 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 قتل يعني تحت القصف، مثلا زي العيدري وزميله في زملاء في دمار، وايضا عندنا زملاء ايضا في صنعاء مختطفين لدى ميليشيا الحوثي لم تاخذ يعني في حجمها في التضامن مثل ما اخذت بعض القضايا التي يعني ربما لا تذكر يعني. نعم، ايضا هناك يعني يعني قضايا كثيره ربما يعني قد يستغرب بعض الناس بسماع اسماء لم تلقى هذا الرواج الكبير سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او اعلاميا. هناك صحفيين كثر اختطفوا في الحديده وفي تعز وايضا نشطاء حقوقيين ولم تذكر اساميهم بالمره، لكن اتساءل هنا هل نحن امام يعني تضامن انتقائي مرجعه الاحتشاد السياسي ام ماذا برايك؟ والله شوف انا اشوف الاشكاليه في الملف الحقوقي عندما يحشر الملف السياسي في الملف الحقوقي تضيع الحقوق وتحصل الانتقائيه، يعني تصبح مساله المطالبه بالافراج عن فلان من الناس مساله فيها تدخل فيها المحاكاه السياسيه اكثر ما فيها اكثر منها في الجانب الحقوقي. ولهذا هذا والذي يحصل الان، يعني اذا يعني الحاصل الان ان المحاكاه السياسيه يعني أصبحت بالنسبة لدى البعض للأسف الشديد سواء كانوا زملاء صحفيين أو سواء كانوا ناس حقوقيين، أصبحت المماحكات السياسية بالنسبة لهم أو تصفية الحسابات السياسية بالنسبة لهم أولوية على الجانب الحقوقي. ولهذا نحصل تحصل الانتقائية في مسألتين في مسألة التضامن، فبينما الحوثي يعني يختطف العشرات من الصحفيين والآلاف من المواطنين نجد أن التضامن معهم يعني ولا يساوي شيء أمام قضية من القضايا التي ربما تحصل في محافظة مارب أو في محافظة تعز أو في يعني محافظة محافظات التي تحت سيطرة الشرعية. نعم، إذن ابقى معي سيد صالح. أعود لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية المحامي والناشط الحقوقي السيد عمر الحميري. يعني سيد عمر، يعني هل يمكن القول أننا حاليا يعني إزاء تضامن انتقائي مرجعه الاحتشاد السياسي أم يعني غير ذلك؟ نعم، هناك صورة كبيرة جدا من الانتقائية نتيجة الاحتشاد السياسي، نتيجة الاصطفافات العسكرية، نتيجة المواقف وأحيانا حتى الإيديولوجيات، أحيانا حتى تصل حد الاختلافات الحزبية وتصغر هذه الانقسامات حتى نكاد نعرف من خلال نشر قصة إنسانية نعرف من هي الجهة ومن هي القناة ومن هي الصحيفة ومن هم الناشطون والصحفيون الذين سوف يهتمون لأمر هذه القصة، لأن هذه القصة تمثل حالة انتقاص من الخصم الروتيني لهم. وبالتالي عند كل قصة نحن نعرف من هي الجهات ومن هم الأشخاص ومن هي القنوات التي سوف تهتم بهذه القصة، وفي حالات أخرى تهتم جهات أخرى ولا يهتم هؤلاء الناشطون مثلا. وبالتالي هناك فعلا حالة من الانتقائية، هناك عوامل كثيرة، أيضا هناك حالة من المزاجية في التعامل مع القضايا، هناك حالة من الملل، 5 سنوات من الحرب ومن القصص الإنسانية ومن الانتهاكات المتكررة يوميا أشعرت الإنسان المتابع العادي بالملل، وبالتالي فإن الإنسان يعني نفهم أيضا أن حالة التبلد وتبلد المشاعر يعني لكثرة الانتهاكات سيد عمر. نعم، هي أيضا جزء من هذه القضية وأحد الأسباب الرئيسية. نعم أخي الكريم، إذا نظرنا للأمر من حالة الأولوية بحيث يجب أن تكون هناك أولوية لقصص يعني تكون فيها الكثير من الانتهاكات وقوة الانتهاك وجسامته، وبالتالي فإننا لن نخرج عن الإطار العام للجرائم التي يرتكبها الحوثيون، ولكن هناك فعلا نوع من الاصطفاف والاحتشاد السياسي والاصطفافات العسكرية، وهناك أيضا نوع من التمويل المكثف لإعلاميين لقنوات لنشطاء بحيث يتم تسليط الضوء على
قصص أخرى وبسيطة ومهمشة وهامشية أيضا على حساب الصورة العامة وعلى حساب الجرائم الأساسية والكبرى. وبالتالي فعلا نقول أن حالة الانتقائية موجودة وهي حالة انتقائية ممولة وليست طبيعية وليست حالة طبيعية، لأن الإنسان في طبيعة الحال عندما تعرض عليه قصة حقيقية سواء كان المنتهك هذا أو ذاك فإنه يتضامن مع هذه الحالة الإنسانية. تضامننا جميعا مع قصة بثينة، تضامننا جميعا مع قصص أخرى حدثت في مناطق صنعاء، ولكن هناك نوع من الانتقائية تجاه قضايا حصلت في تعز وانتهاكات. من يذكر فريد الشخص الطفل الذي قتل أمام منزله وهو يقول لا تقبروناش، يعني طفل عمره 5 سنوات، من يذكر هذه القصص؟ لم تسلط عليها الأضواء بشكل كثيف، وبالتالي هناك نوع من فعلا التمويل الموجه لهذه القصص وتضخيم صورة دون أخرى لتصفية حسابات ولتقوية أطراف على حساب أطراف أخرى. ونحن نعلم جيدا أن الملف الحقوقي هو ملف أصيل ومؤثر في حسم المواجهات العسكرية في الفترة وفي الحروب الأخيرة، وبالتالي فإن التركيز السياسي على الإعلام وعلى القصص الإنسانية هو تكثيف أيضا جهد يعتبر حربي وعسكري ولا يخرج عن الإطار العام لهذه الحرب وأهدافها. وبالتالي فإن هناك مسؤولية تجاه القنوات الشريفة، تجاه القنوات المهنية المحترمة بضخ الصورة. ونحن نحيي قناة بلقيس التي نجدها دائما تجاه قضايا الإنسان وفي قضايا الإنسان ومعيتهم. نحيي أيضا قنوات أخرى تحاول تسليط الضوء على قصص إنسانية حقيقية بغض النظر عن هوية الجاني والمرتكب لهذه الجريمة. هذه الحال الإنسانية التي يجب أن تتجسد، في النهاية سوف تنتهي الحرب ولن يبقى لنا سوى هذه الانتهاكات التي اشترك فيها الجميع والتي انتقصت من الجميع واستهدفت الجميع، المواطن والإنسان. وهناك النخب وأمراء الحرب الذين استفادوا من هذه الحرب بعيدون عن هذه الانتهاكات. المواطن والإنسان البسيط هو الضحية دائما، وبالتالي فإن التركيز على القصص الإنسانية أيا كان الضحية أو المنتهك، سواء كان الحوثي سواء كان طيران التحالف أو أي أطراف أخرى، هذه الأطراف سوف تذهب وسوف يبقى الإنسان بمواجعه وآلامه وذكرياته. ويجب على هذه القصص أن تنشر، ويجب على الجميع أن ينشروا كل ما يعرفونه من قصص إنسانية حتى تصل إلى العالم الحر والمجتمع المتحضر حتى يساهم في صنع القرار. نحن فعلا يعني أصبحنا في مرحلة القرار خارجي والتأثير خارجي، وبالتالي فنحن نعول على هذه القصص الإنسانية في إعادة ضبط البوصلة وتحقيق يعني نوع من التوازن في هذه الحرب وإنهائها لمصلحة الإنسان أولا وأخيرا. نعم، إذن سيد عمر ابقى معي، أعود لضيفي الصحفي والناشط الحقوقي صالح السريمي. يعني سيد صالح، إذا ما أتينا لنقطة وهي يعني تبلد المشاعر مع كثرة الانتهاكات الحاصلة في البلد، هل يمكن أن نعتبرها السبب الأبرز أم أنه يعني الاحتشاد السياسي هو يعني السبب الرئيس في مسألة إهمال الكثير من القضايا في جانب التفاعل؟ لو اعتبرنا أنه التبلد مثلا اللي نقول، يعني لماذا التبلد لا يعني موجود في اتجاه أشخاص معينين وعندما تظهر قضية عادية يعني يتم التفاعل معها بطريقة، يعني ما اعتقدش أنه التبلد هو له علاقة بالموضوع. ألا 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 الحاصل أنه هناك عملية انتقاء في مسألة التضامن. أحياناً تستخدم القضية الحقوقية لهدف إحراق شخصية معينة، إحراق مسؤول معين، إحراجه. يعني مثلاً قد يكون هذا الشخص فعلاً يعني مثلاً لديه استدعاء على سبيل المثال من الجهات القضائية من النيابة مثلاً. ما هو المانع مثلاً أن الزميل هذا أو الصحفي أو غيره أنه يجاوب النيابة ويجاوب القضاء؟ يعني إحنا كلنا كصحفيين أو ناشطين حقوقيين أو غيرنا يعني مطالبين ان 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 نتجاوب مع سلطه بسميده. لما كنا احنا يعني القدوه في مساله التجاوب فمن سيجاوب؟ فمساله الان المساله وما فيها في مساله الانتقاء في القضايا الحقوقيه هي الهدف في يعني اصبحت تهدف الى احراج يعني شخصيات معينه، الى احراج شخصيات معينه، الى احراج محافظه معينه بهذه الطريقه. ليس الهدف احيانا هو المساله الجانب الحقوقي، والا لماذا لا يتم التفاعل مع بقيه القضايا؟ لماذا لا يتم التفاعل مع القضايا مع الجرائم التي تحدث في صنعاء، مع الجرائم التي تحدث في اكثر من مكان؟ لماذا يتم الانتقاء؟ ما هي المساله مساله تبلد؟ لا، التبلد ليس له علاقه بما يحدث، وانما لانه حقيقه الجانب السياسي كما قلنا طغى على الجانب الحقوقي واصبحت القضايا الحقوقيه تصفى بها يعني
الناشطين الحقوقيين، لانهم اصلا تجاوزوا سقف الدعم الحقوقي، فاصبحت بالنسبه لهم اصبحت تجاوزوا من 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 السقف الحقوقي الى واتجهوا الى او يعني تجاوزوا الجانب الحقوقي واتجهوا الى الجانب السياسي. وبالتالي حتى الجهه الرسميه عندما تاتي انت تطالب شخص ما يقول لك عفوا انا ما لا يمكننا نتجاوب معك، والسبب انك اصلا اصلا مش اتيت انت لهنا علشان انك تنفج عن فلان او علشان انه انتهكت حقوقه، وانما من اجل تصفيه الحسابات ومن اجل احراج السلطات الرسميه امام الراي العام. نعم، لكن سيد يعني صالح، إذا ما تحدثنا عن الناس الذين لا يجدون من يناصر قضاياهم، يعني ربما قد نذهب بالقول إلى أن الدولة يفترض أن تكون هي حاملة لقضايا الجميع، ومنهم أيضا الناس الذين ليس لديهم يعني جهة سياسية تحتشد معهم كما هو حاصل في الكثير من القضايا. كيف تقيم دور وزارة حقوق الإنسان وأيضا الإعلام الحكومي في مناصرة القضايا الحقوقية؟ أنت جبت نقطة معليش، أنت جبت نقطة مهمة، يعني تحول الاحتشاد الحقوقي إلى الاحتشاد السياسي. فالحاصل اليوم في بعض القضايا حقيقة هو احتشاد سياسي وليس احتشاد حقوقي، ولهذا لا نلوم الجهات الرسمية عندما لا تتجاوب مع الحقوقيين ومع الناشطين الحقوقيين، لأنهم تحولوا من ناشطين حقوقيين إلى ناشطين سياسيين. بالنسبة للدولة، الدولة صراحة لا يزال حتى الآن دور منظمة اللي هي وزارة حقوق الإنسان يعني دور يعني باهت جدا وسلبي للغاية. إلى الآن وزارة حقوق الإنسان لو جينا المنظمة الحقوقية أحيانا يا أخي لو جينا أمهات المختطفين في صنعاء وغيرها وفي عدن نشاطها أكثر نشاط وزارة حقوق الإنسان، وأعمالها وأنشطتها واعتصاماتها ومناشدتها أكثر من وزارة حقوق الإنسان. ايضا عندنا مش عارف في منظمه او اللي هو الجهه الرسميه اللي في عدن اللي انشات مؤخرا اللي هي لجنه حقوق الانسان، ايضا ما هي مش قائمه بالشكل المطلوب، يعني فقط يعني عباره عن مرتبات عباره عن وظائف والسلام، يعني مش لهذيك الدرجه حقيقه شغالين يعني شغل في جانب حقوق الانسان. لو اتجهنا الى الجانب الاخر راينا في اتجاه جماعه الحوثي وميليشيات الحوثي ربما لوجدنا منظمه من المنظمات شغاله افضل بكثير من وزاره الحقوق الانسان، وللاسف الشديد شغاله ضد الشرعيه، ايضا هي تحشد حج سياسي وشغل سياسي بعيد عن الجانب الحقوقي. ولهذا الاصل ان وزاره حقوق الانسان ويعني وايضا اللجنه حقوق الانسان في عدن وغيرها من المؤسسات الحكوميه المعنيه بحقوق الانسان الاصل ان تقوم بواجبها في هذا الجانب، وان يعني او تقدم استقالته وهناك من سيقوم مقامها او تلغى لانه وجود هذه عدمها اصلا ترفيهات بس على الفاضي. انت تجد يا اخي الكريم ويعني اخ يعني ما تخفى نصب كبير في وزاره حقوق الانسان وتحصله جالس يفسفخ وجالس في المحاكاة السياسيه، جالس واصل يعني في شغل في المحاكاة السياسيه وليس في شغله العصري اللي هو مناصره حقوق الانسان ومتابعه الانتهاكات اللي في اللي تقوم بها ميليشيا الحوثي او غير ميليشيا الحوثي. ولهذا والصراحة وزارة حقوق الإنسان يعني تستطيع أن تقول أن إلى اليوم وجود هذه عدمها رغم أنها في المفترض أنها تكون من الوزارات يعني من حيث العمل من الوزارات الأولى في مهامها خاصة، ونحن نعيش في حالة حرب وفي حالة انتهاكات وآلاف المختطفين داخل السجون، ولا نجد من يتكلم عنهم ولا نجد من يتابع قضاياهم. نعم، إذن ابقى معي سيد صالح. أعود لضيفي السيد عمر الحميري. يعني سيد عمر، لو أتينا أيضا بالحديث عن انتهاكات في تعز، يعني هناك انتهاكات كثيرة ومتواصلة من قبل ميليشيات الحوثي، يعني كنا نشاهد في السنوات الأولى للحرب يعني زخم كبير وتفاعل واحتشاد كبير مع القضايا الإنسانية والحقوقية في تعز، مؤخرا قل هذا الأمر إلى شكل كبير، ونعود إلى نقطة أنه في كثرة الانتهاكات تتبلد المشاعر وبالتالي لا تلقى القضايا الكثير من التضامن، أم أن للأمر أبعاد مختلفة برأيك؟ عندما نقول أن هناك حالة من التبلد هي حالة لا مبالاة، ولا نقول بأن الإنسان ولا المجتمع بليد، بل هو واعي ويعرف جيدا من يحافظ على حقوقه ومن ينتهك هذه الحقوق. هناك حالة تبلد من الملل، من كثرة الانتهاكات، من عدم الوصول إلى حل، من عدم إنهاء هذه الحرب، وبالتالي فإن الموقف واحد
ولا زال يتقد ولا زالت النظرة تجاه الحوثيين بأنهم مجرمون ومجرمو حرب مستمرة، ويبقى التضامن الإنساني مستمرا، ولكن التفاعل ينقص عندما يكون المردود ضعيفا. عندما نتفاعل مع قصص إنسانية فإن القصد هو توصيل هذه القصص والمعاناة للحد منها ولإنهاء هذه المعاناة، وعندما لا يحدث ذلك فإننا نشعر بأن هذه الأداة لم تقم بدورها المطلوب، وبالتالي فإن هذه الحالة من الملل والإحباط هي تعبر عن عدم التجاوب، عدم تجاوب القوى التي بيدها أمر إنهاء هذه الحرب، سواء كان الحوثيون أنفسهم الذين انتهجوا نهجا إجراميا تجاه المدنيين، أو تجاه التحالف الذي كان بيده إنهاء هذه الحرب وحسمها، وأيضا تجاه المجتمع الدولي الذي تصله هذه المعاناة. ونشاهد الكثير من التقارير، وخصوصا التقرير الأخير الذي صدر من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة ولجنة الخبراء، تقارير حقوقية تحدثت عن الحصار وتحدثت عن الكثير من الجرائم التي يعاني منها أبناء مدينة تعز. وبالتالي فإن حالة التذمر، حالة التضامن مستمرة، وحالة رصد الجرائم، جرائم حقوق الإنسان مستمرة في تعز تجاه الحوثيين، وهي لن تتوقف إلا بتوقف هذه الجرائم. ولكن عندما نقول أن تفاعل المشاهد البسيط على منصات التواصل الاجتماعي تعاني من التبلد، فإن هذا أمر غير صحيح تماما، لأن هناك حالة من الملل فعلا، وهناك أيضا انتشاء ومحاولة بحث عن قضايا أخرى يعني لتسجية الوقت ربما وللتفاعل البسيط. هذه القضايا أيضا لا تخرج عن حالة الوعي، هناك تكثيف إعلامي كثيف حصل في قضايا مثلا قضية المعارك الداخلية وإنهاء تواجد كتاب أبو العباس في المدينة، والتي رافقها شن حملة إعلامية كبيرة على الحملة الأمنية، والتي أريد لها شيطنة الدولة وحضورها وسلطتها في تعز، ولكن هذه الحملة لم تلقى الرواج المطلوب، لأن المواطن التعزي يدرك من هو يقوم بانتهاك الحقوق ومن يسعى لفرض هيبة وسيطرة الدولة. وبالتالي فإنما نشر من هولوكوست، من معرض صور، من تفاعلات، من قنوات أيضا إماراتية، من قنوات أخرى نتيجة الضخ الإعلامي الكاذب والمضخم لصور دون أخرى، هذا الأمر لم يمر على المشاهد البسيط والذي يدرك الحقيقة تماما. وبالتالي فإن هناك حالة من الملل، لا حالة تبلد يعني كما نقول، وإنما حالة ملل فعلا، ويجب تصحيح هذا المصطلح. وعندما نذهب إلى مأرب مثلا كما أشار الأخ العزيز صالح، وهو يشير إلى حالة اعتقال الأخ حافظ مطير، نحن نقول بأن الشيء من معدنه لا يستغرب. عندما نقول بأن الحوثي يرتكب جنايات، يرتكب جرائم حرب، فإن هذا الشيء هو ديدنه وهو أسلوبه وهو منهجه، ولا نستغرب هذا الشيء. وعندما يقل التفاعل تجاه جرائم الحوثي فإن هذا لا يعني عدم التضامن تجاه مع ضحاياه أو عدم إدانة أفعاله، بل هو حالة يعني اتخاذ موقف دائم. ولكن عندما نستغرب من سلطات يفترض بها أن تمثل الدولة ولا تقوم بدورها مثلا المطلوب تجاه قضية رأي ربما بسيطة، وتستمر في اعتقال شخصية مشهود لها بالوطنية، هنا حالة تذمر لا يمكن وصفها بأنها حالة استهداف للمدنية في محافظة مأرب ورجالها الأبطال ورجال السلطة هناك، السلطة المحلية الذين نحييهم ونكون لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن نستغرب أن يكون هناك نوع من الانتقائية أيضا تجاه قضايا رأي والإفلات الكثير من المجرمين. هناك قائد عسكري كبير ذهب بالعديد من الآليات العسكرية وسلمها للحوثيين، ثم عاد إلى السلطات الشرعية يعلن أنه عاد عن موقفه ويتم استقباله والترحيب به، بينما صحفي مشهود له بالوطنية يعتقل لأسابيع وربما يستمر اعتقاله لأشهر على قضية منشور على منصة الفيسبوك. ربما حالة الاستياء لا يمكن اعتبارها بأنها جميعا تمثل حالة استهداف، وإنما هنا فعلا أيضا حالة استغراب من أشخاص يثقون بالدولة وبالسلطات المحلية في مأرب. ونحن من خلال هذه المنصة نناشد بالإفراج عن الصحفي حافظ مطير عبر قناتكم الكريمة، ونحن ندرك أن الدولة عندما تقوم باتخاذ إجراءاتها فإنها أيضا تستخدم القانون، وهي لا تنتهك حقوقا، وإنما يجب أيضا البحث عن موازنات والبحث عن الأولويات في القضايا الوطنية وفي تتبع المجرمين قبل غيرهم. نعم، إذن ابقى معي سيد عمر الحميري. ومشاهدينا أرحب الآن بضيفي، سينضم إلينا من مأرب الصحفي والناشط الحقوقي السيد حسين الصوفي. سيد حسين مرحبا بك، ولكن قبل أن أبدأ الحديث معك سنذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع من تعز الذي تحدث فيه الناس عن مسألة الانتقاء
الحقيقة في التضامن مع الكثير من القضايا الحقوقية نشاهد سويا. وانتهاكات في حقوق الإنسان بشكل عام يعني، فنحن نرى تحيز بعض وسائل الإعلام لبعض الانتهاكات وغض الطرف عن الانتهاكات الأخرى، مما يؤثر على الرأي العام وعلى الشارع وعلى اتجاهات الجماهير. وهذه سياسة دولية قبل أن تكون سياسة محلية تلعبها الدول من أجل تمرير مصالحها وغض الطرف عن سواء الجرائم الإنسانية أو الجرائم في المجتمع بشكل عام. الحرب استمرت إلى 5 سنين الآن، كثرة الانتهاكات، هناك ناس يتعاملون مع الانتهاكات يعني ينفعلوا معي، في ناس ما ينفعلوش، في ناس انحيازيين ينحازوا لأحزاب لمصالح شخصية، وفي ناس يعني من كثر الأحداث اللي حصلت قد في عندهم نوع من أنواع التبلد، يعني خلاص مع الشيء اللي يشوفوا إنه لصالحهم يمشوا معه، واللي مش لصالحهم ينحازوا عنه تماما. كل واحد يعني يشوف الشيء اللي يناسبه واللي تمري معه من كثر الاشياء اللي حصلت معانا الان. اصلا حتى لو في حد قتل جنبك ما بتقدرش تروح تقول له ليش قتلت او انك تساعده، لانه بيقتلك جنبه. هذا يعني الشيء سبب خوف للناس، والانسانيه نوعا ما انعدم الان عندنا بسبب الاحداث اللي حصلت بكثره. يشهد الشارع اليمني يوميا العديد من الانتهاكات والاحداث التي تمر بهذا الواقع، والمواطن اليمني يظل ضحية لتلك الانتهاكات وبين موافق ومعارض لهذه الأفكار. طالما ما نقدم دائما العاطفة أو الولاءات فهذه تؤدي إلى مشكلة في المشكلة نفسها، فعندما نقدم العاطفة على حسب القضية أو حسب الانتهاك تكون عالة وتكون مشكلة أكبر من تلك المشكلة. لابد أن نحكم عقولنا وأن نكون واضحين ومحايدين في تلك القضايا والانتهاكات التي يتعرض لها الشارع اليمني بوجه العموم. ويعتبر التكرار في هذه الأشياء في المجتمع اليمني تبلد للمشاعر، فيعد ذلك مشكلة لابد للمجتمع أن يعيها وأن يحاول أن يتوسط في تلك المشاعر. هناك الكثير من الانتهاكات الحاصلة في الأراضي اليمنية من جميع الأطراف السياسية، من جميع المجتمع، من جميع، وهناك عدة انتهاكات تمارس على هذا المجتمع الضعيف. إلا أن الشارع دائما الشارع اليمني مقسوم قسمين، في جانب كثير يحكمه العاطفة والنظرة العاطفية للقضايا والانتهاكات التي تمارس في حقه، وهناك جانب آخر يحكم التعصب والطائفة لجهة معينة أو لحزب أو لأطراف سياسية معينة. إلا أنه أنا من رأيي كمواطن بسيط، الانتهاكات التي تمارس في حق هذا الشعب اليمني هي عبارة عن تبلد من 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 نظرة المجتمع لعدم وجود الوعي الكامل وعدم معرفة الأسباب وعدم معرفة المشكلة الحقيقية والوقوف في وجهها، سواء كان من أي طرف، من أي طائفة، من أي حزب، من أي فصيل من الفصائل. هذا يعتبر انتهاك صارخ، ويعتبر في هناك أيضا قوانين دولية، قوانين محلية، الأصل نكون كلنا في وجه مع القانون ولا ننظر إلى التبلد للعاطفة أو لأي طائفة. إذن مشاهدينا نعود مرة أخرى وأرحب من جديد بضيفي الصحفي والناشط الحقوقي السيد حسين الصوفي. أهلا بك سيد حسين وأسعد الله مساك بكل خير. سيد حسين هل تسمعني؟ أي معك تفضل. أهلا بك سيد حسين ومساء الخير. اهلا وسهلا، اسعد الله مساكم بكل خير والمشاهدين الكرام والضيوف المحترمين. اهلا بك سيد حسين، يعني نتحدث اليوم عن يعني قضيه مهمه، يعني بات الكثير يركز عليها، هي مساله الانتقاء في التضامن الحقوقي. ويعني سؤالنا هنا، كيف تنظر الى التضامن الحقوقي في قضايا الانتهاكات؟ هو من اول لحظه يعني للحرب سواء هنا او في مكان في العالم نجد ان هناك فعلا في الفتره الاخيره هناك تسييس، هناك اجندات تعمل في المسائل الحقوقيه بشكل واضح. يعني تكون هذه الاجندات احيانا اجندات تخدم دول، واحيانا تخدم منظمات، واحيانا تخدم الامم المتحده بذات نفسها، حتى يعني
هذا بات واضحا وبات جليا، ومن خلال الأحداث التي رأيناها بشكل متسلسل، لو مثلا عدنا بالذاكرة إلى الضغط الذي حدث على الأمم المتحدة وعلى الصليب الأحمر وعلى المنظمات الإنسانية التي كانت تعمل أو لا تزال تعمل في اليمن، حينما دفعت إلى أن تزور محافظة تعز وصلت إلى أطراف المحافظة ثم عادت، لكن هؤلاء أنفسهم زاروا مثلا يعني صعدة وزاروا كثير من المحافظات، والأعذار التي والتبريرات والتي اختفوا أو أظهروها في زيارتهم لتعز يعني اختفت في أثناء زيارة مثلا لصعدة. الكيل بمكيالين هذا أصبح واضح بشكل كبير، لكن هناك أيضا إشكالية ثانية لدينا، لدينا أحيانا نخضع أو نقع ضحية للتوجيه المعين. يعني هناك يعني لوبيهات تشتغل في هذا المجال، مثلا أحيانا نصعد من قضية ما وترى الكل ينساق خلفها، لكن في كثير من الجرائم لا تزال مثلا حصار تعز إلى اليوم لا يزال حصارا خانقا وتعتبر جريمة، وإلى الآن الوقوف مع هذه الجريمة لم يتم بالشكل المطلوب. لا يوجد هناك جهة حكومية تقوم بدورها على الوجه المطلوب، أيضا الإعلام لا يقوم بدورها على الوجه المطلوب. أحيانا ننشغل في القضايا اليومية حتى في انتهاكات أخرى سيد حسين، حتى في انتهاكات أخرى نرى احتشادا حقوقيا كبيرا مع قضية ما وبرود في قضية أخرى، وربما تكون يعني أكثر انتهاكا وأبشع من القضية الأولى، ولكن لا نجد هذا أو هذاك التفاعل الكبير الذي رأيناه في القضية الأخرى. من يعني ذكرت لك الأسباب التي من وجهة نظري أرى أنها واحدة من ضمن التي الجانب السياسي هل له دور كبير في هذا الأمر أم لا يوجد؟ قبل الجانب السياسي هو مهم جدا أكيد، التسييس القضايا واحدة من ضمن الجرائم التي ترتكب في اليمن، يعني سواء كانت من قبل الجهات الأممية أو من قبل الحكومات وأيضا من قبل المجتمع يعني الإقليمي والدولي وغيره. هناك قضايا أحيانا يتقاتلها ويعني يتعمد التقاتل، لكن هناك أيضا إشكالية لدينا جميعا يعني في الإعلام سواء أو في الناشطين أو غيرها، يعني أحيانا تم تخديرنا ب يعني يعني توصيفها أكذوبة، أن الميليشيا مثلا الميليشيا الحوثية أحيانا الكل تراهم حينما ترتكب الميليشيا الحوثية جريمة الكل يقول لك هذه ميليشيا لا تخضع للقانون، بينما هذه الأكذوبة التي أحيانا يرددها مسؤولين حكوميين للأسف الشديد، وأيضا بالفعل يعني وسائل الإعلام وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي يعني تلعب دور كبير في توجيه الرأي العام، ونتفق معك في هذا، ولكن تكرم بالبقاء معي. أعود لضيفي الآخر السيد صالح السريمي الصحفي والناشط الحقوقي بسؤال أخير. يعني سيد صالح، كيف يمكن تجاوز حالة الفرز الحاصلة في القضايا الحقوقية؟ اولا من يعني بالنسبه لتجاوز هذه المشكله المفترض هذا يعود الى ضمير الاخوه القائمين في على المجال على في الجانب الحقوقي، يعني انه يعودوا الى عملهم الاصلي وهو ايش وهو او وظيفتهم الاصليه وهي مناصره حقوق الانسان، ويدعو الجانب السياسي والمحاكاه السياسيه على جنب. لا يصح انه يكون الاخ ناشط حقوقي وفي نفس الوقت ما يتحول يعني من ناشط الى يعني عبارة عن يعني شغال في مسألة في تصفية الحسابات السياسية. ما ينفعش الخلط بين العمل الحقوقي والسياسي. لا شك يعني ممكن أنك تكون سياسي لكن أيضا بالجانب الحقوقي أن تراعيه، هذا جانب. الجانب الثاني لابد على وزارة حقوق الإنسان أن تقوم بعملها وتقوم بواجبها، ولا تنتظر من المنظمات الحقوقية على انها تقوم يعني بالمناصره بمفردها. اليوم المنظمات الحقوقيه كنا نسمع قبل الحرب وقبل ان ياتي الحوثي منظمات حقوقيه تهتم بتفاسف الامور، واليوم هذه المنظمات الحقوقيه اصبحت يعني للاسف الشديد هي معطله، هي عطلت نفسها يعني 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 بسبب انه يعني انها كانت للاسف الشديد تعمل لاجنده زي ما قال الاستاذ حسين. للأسف الشديد أنه الملفات الحقوقية أصبحت أو الجانب يعني القضايا الحقوقية أصبحت تستخدم لتنفيذ أجندة سياسية وأجندة سواء كانت أجندة داخلية على المستوى الداخلي أو أجندة خارجية على المستوى الخارجي. ولهذا إذا أردنا أن نعود وأن يعني تعود القضية الحقوقية إلى مسارها الطبيعي وأن يعني يتم التفاعل مع القضايا الحقوقية بشكل طبيعي،
علينا ان نبتعد على المحاكاه السياسيه. جميل. وان يعني نقف مع القضايا الحقوقيه ايا كانت الانتهاكات. وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر الصحفي والناشط الحقوقي صالح السريمي، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك. اعود لضيفي عبر الاقمار الاصطناعيه السيد عمر الحميري. يعني سيد عمر، في لو تحدثنا عن قضيه الزميل إيهاب الشوافي، صحفي كبير ومعروف لدى الكثير من الإعلاميين ومعروف لدى الكثير من الحقوقيين، كيف تنظر لقضية هذا الصحفي ويعني البرود الواضح في التفاعل مع قضيته؟ وهناك أيضا قائمة كبيرة غير إيهاب، ولكن لو أخذناه كنموذج. نعم، في نموذج الأخ إيهاب، هي بالأخير انتهاك، هو انتهاك مدان، وبالتالي ربما نعتقد أن حالة التبلد اشتملت أو وصلت إلى هذه الحالة وما سواها من حالات أخرى مشابهة، وهذا ما لا يجب أن يكون. يجب دائما التذكير بأهمية المناصرة الإنسانية النقية والخالية من أي تعصبات، من أي انحيازات غير مهنية. يجب دائما التذكير بأن الانتصار للإنسان هو الطريق الوحيد لإنهاء الانتهاكات ووقف الجرائم على أي مستوى ومن أي طرف كان. يجب دائما التذكير بأن الإنسان هو الهدف الأخير المستهدف في هذه الحرب ومن هذه الانتهاكات، وهو الوحيد القادر على انتشال نفسه وإنقاذ نفسه من هذه الانتهاكات ومن أن يكون هدفا. هناك فعلا خلط كبير بين الانتهاكات الحقوقية وبين تغييرها سياسيا، لأن هناك فعلا هذه أداة تستخدم. طيب هناك نقطة أهم سيد عمر، فقط لضيق الوقت، يعني هنا لدي سؤال مهم يعني أود الإجابة عليه، يعني هو في مسألة الجانب الأخلاقي. هنا جانب مهم، يعني كل مهنة لديها جانب أخلاقي يجب الحفاظ عليه، لكن ربما في مهنة الجانب الحقوقي الجانب الأخلاقي يعتبر أكثر أهمية وشيء يعني في غاية الحساسية. هنا نلاحظ أنه غاب كثيرا عن عمل الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية وأيضا الدولية، يعني هناك حتى في المنظمات التابعة للأمم المتحدة إذا وجد انتهاك بسيط يعني خلال ساعة أو ساعتين يعني تقوم الدنيا ولا تقعد، بينما قضايا انتهاك كبيرة يتم إغفالها. كيف تنظر إلى الجانب الحقوقي عند جميع المنظمات محلية ودولية؟ فعلا هناك حالة من اللامهنية، هناك حالة من الانتقائية، هناك حالة من التوظيف السياسي والحقوقي لقضايا دون أخرى وغض الطرف عن قضايا وتضخيم قضايا أخرى لخدمة أجندات. نحن أيضا كناشطين نعاني من حالة تمييز، لأن حتى استهداف الناشطين الذين ربما يكونوا على جانب من عدم التبعية لجهات أو أيديولوجيات أو دول ربما أو أحزاب، يتم تهميشهم و وانتخاب مجموعة من الأكثر ميولا والأكثر تبعية للتعبير عن حالة الملفات الحقوقية، وبالتالي فإن الناشطين الحقوقيين أنفسهم أيضا عرضة ومستهدفون من هذا التمييز الحقوقي. التمييز كبير، وهذا الملف يعق بالكثير من الأخطاء، ويجب العودة إلى الأخلاقيات، أخلاقيات المهنة الحقوقية، وهو التجرد التام عن أي ميل أو عن أي أحقاد شخصية أو عن أي ميول أو يعني توجهات ذاتية، وبالتالي يجب الإعلاء من شأن الحالة نفسها وتسليط الضوء على الانتهاك ذاته دون تمييز من سواء من حالة من شخص المنتهك أو الجهة التي انتهكت أو حتى أيضا الشخص الضحية، وبالتالي لن نصل إلى حالة حقوقية ناضجة ويعتمد عليها ويعول عليها للخروج من هذا المأزق إلا بالمهنية والمهنية الكاملة. نعم، إذن وبالتالي نحن نعول على الحقوقيين والناشط الحقوقي بالعودة إلى المجال. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي السيد عمر الحميري، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. وأعود هنا بسؤال أخير لضيفي الصحفي والناشط الحقوقي حسين الصوفي. يعني سيد حسين، إذا ما أتينا بالحديث على الدولة، الدولة هي يعني يفترض هي المنصف للجميع في ظل الاحتشاد السياسي الحاصل للكثير من المنظمات وأيضا الجهات الإعلامية. كيف تقيم دور وزارة حقوق الإنسان وأيضا الإعلام الحكومي في مناصرة جميع القضايا الإنسانية؟
دور سلبي للغايه، وكنا منذ اول لحظه ربما التقينا بالحكومه هنا في مأرب ربما في 2017 وتناقشنا معهم بكل وضوح وقلنا لهم ان الملف الانساني هو الذي ربما هي الورقه الرابحه لو انجاز التعبير وتوصيفها بانها ورقه لو استغلوها، هم يمتلكون ورقه الضغط، هم يتعرضون لابتزاز سياسي، يتعرضون للضغط من قبل المجتمع الدولي اذا ما فعلوا الورقه او الملف الانساني والحقوقي، فانهم يستطيعون ان ينقذوا الملف الحقوقي والانساني وايضا ان يخرجوا يعني يستطيعوا ان ينجوا من الضغوط السياسيه. لكن للاسف الشديد الحكومه فرطت بشكل كبير جدا في هذا الملف للاسف الشديد، وهذا نقولها بكل ألم، وخصوصا ملف المختطفين والذين يقتلون تحت التعذيب تم توظيفه وتم القبول بالتلاعب في جنيف وفي ستوكهولم للأسف، نعم عفوا في ستوكهولم، وحينما أخذت الأمم المتحدة ما تريد من اتفاق الحديدة لم تعد يعني تبالي لا بملف المختطفين ولا بملف تعز ولا بالملفات الأخرى، وكانت تريد من كل هذه الفوضى ومن كل هذا الاستثمار لوجع الضحايا كانت تريد أن تنتزع ملف الحدود، وهذا لأن المفاوض السياسي للأسف الشديد لا يزال لا يهتم بهذا الجانب الإنساني والحقوقي. إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي والناشط الحقوقي السيد حسين الصوفي، كنت معنا من مأرب. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر جميع ضيوفي وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا التحية من الزميلة إلهام عامر في الإعداد والتنسيق ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله ورعايته.